بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله درسنا عن العملة الأردنية. رح نتحدث اليوم عن كيف بقدر أحسب مشتريات عدة من مبلغ موجود معايا، أو أنه أقارن مبلغ موجود معايا بمبلغ آخر. أول إشي بدنا نعرف أنه العملة الأردنية متعامل بالدينار الأردني. في عنا فئات للدينار الأردني، بس إحنا يعني العملة المتعارف عليها في الأردن هي الدينار الأردني. هلأ عندنا فئات من الدينار الأردني. أكبر أصغر عملة فيهم اللي هي الخمس قروش، اللي هي الشلن. بعدين أكبر منها العشر قروش، الأكبر منها هي الربع دينار، الأكبر منها هي النصف دينار أو الخمسين قرش، الأكبر منها هي الدينار الأردني. يعني إحنا نتعامل مع الدينار الأردني. فأول إشي معلومتنا إنه واحد دينار، يعني لو اجي اصرف الدينار الاردني كم قرش رح يطلع معاي؟ رح يطلع معاي 100 قرش. هاي معلومه لازم نكون كلياتنا حابسينها وعارفينها، رح اتعامل معاها في مسائلي. بعد الدينار الاردني عندنا فئات طبعا، فئه الخمس دنانير. بعد فئه الخمس دنانير بتيجي عندنا فئه العشر دنانير، بعدين فئه العشرين دينار، بعدين آخر فئة وأكبر فئة عندنا في الأردن هي فئة الخمسين دينار. هدول مو العملة، هدول فئات من الدينار الأردني. يعني هدول لو أنا بدي أجي العشر دنانير، لو بدي أقسمها لدنانير، هي عبارة عن عشر دنانير، دينار ودينار 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 ودينار، عشر دنانير، وكذلك الخمسة، وكذلك العشرين، وكذلك الخمسين. فأنا لما أحكي عن العملة الأردنية، العملة اللي أنا بتعارف معها، يعني أنا بحكي دينار أردني أو خمس دنانير وعشر دنانير، معناته كلمة دينار هي هاي اللي معناته العملة الأردنية. وأنه لازم أهم إشي أعرف أن الواحد دينار بعطيني هي عبارة عن 100 قرش. كمان معلومة بدي أتعامل معها بأسئلتي أو بالتحديات اللي معطيني إياها بكتابك، إنه أنا ما بقدر أتعامل أو أجمع دينار مع قرش مثلا، لا، لازم كلياتهم أوحد الفئات عشان أقدر أتعامل معهم. يعني إذا بدي أتعامل مع إفراطة لازم كلياتهم يكونوا مثلا إفراطة في هذا الفئة، يعني أو بدي أتعامل مع ورق زي هيك، كلياتهم بدهم يكونوا من نفس الفئة. فلما بدي أجي أتعامل مع الفئات الموجودة عندي من الدينار الأردني لازم تكون كلياتها موجودة بنفس الفئة. طيب نبلش مع بعض حل، نبلش مع بعض، ما فيش أفكار يعني جديدة في الكتاب أو أفكار في درسي، فعشان هيك بدي أبلش بتحدي واحد منه فرع واحد. تحدي واحد بحكي لك مع خالد 500 دينار. دائما حلو أنه نكتب المعطيات ونكتب شو بده بالسؤال. فنحن نكتب معطياته أنه معها 500 دينار خالد. هذا المبلغ الموجود شو جابته؟ أول إشي راع على الدكانة، راع على محل جهاز حواسيب، شرى جهاز حاسوب، جهاز الحاسوب 415 دينار. هذا جهاز الحاسوب يساوي 514 دينار. دفع طال من جيبته 514 دينار، دفعهم للزلمة وشرى جهاز الحاسوب. بعدين تراح على محل جنب جهاز الحاسوب، شرى بعض اللوازم. اللوازم اللي شالهم حقهم 17 دينار. هل المبلغ اللي مع خالد كفى ولا ما كفى؟ أول إشي شو بدي أعمل؟ بدي أجمع. رح أجمع 415 دينار زائد 17 دينار. 5 زائد 7 12، 1 باليد 1 زائد 1 زائد 1 3، وأربعة زائد ما في ولا إشي رح نحط 0، 4 زائد 0 4. المبلغ اللي دفعه كلياته خالد 432 دينار. إذا بحكي لك هل يكفي ما مع خالد من نقود لشراء ما يريد؟ فسر إجابتك، يكفي ولا لا يكفي؟ يكفي طبعا، لأنه أنا لو بدي أجي أقارن رح أجي أحط 500 دينار أكبر من المبلغ اللي دفعه. هو دفع قديش؟ دفع 432، إذا يكفي المبلغ. فسر إجابتك بكفي إني أجمع له وأحكي إنه المبلغ اللي طلع معه أقل من المبلغ اللي كان معه. هذا تحدي واحد. نشوف تحدي اثنين شو بده. تحدي واحد اثنين منه الجزء الثاني. أجي بحكي لي
مع علي 3200 دينار، برضو بكتب المعطيات. علي معاه 3200 دينار، هذا المبلغ اللي جوا جيبته. أراد شراء ملابس لتوزيعها على المحتاجين. اشترى، شوف شو اشترى، اشترى 200 قميص واشترى 200 معطف. كريم علي حب يروح يتبرع للمحتاجين في مبلغ في ملابس، فهذا الزلمة راح شرى 200 قميص و200 معطف. شو حكى لك معطيات السؤال؟ إذا كان ثمن القميص الواحد 5 دنانير، معناته لما أنا بدي أحكي شرى 50 دينار 200 قميص، معناته دفع 5 و5 و5 و5، معناته دفع 5 مرات 5 دنانير 200 مرة. اتعلمناها هاي، إنه أنا بقدر أكتبها بطريقة أسهل، إنه 500 200 ضرب 5، نضرب بننزل الأصفار في عملية الضرب، واثنين ضرب 5 10 دينار، معناته دفع 1000 دينار. بس قديش؟ حق قمصان. وحكى لك حق المعطف الواحد 10 دنانير، معناته هو دفع 10 و10 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 و10، هاي العشرة دفعها 200 مرة. واتفقنا انه انا بقدر اسهل علي بالحل، اني اضرب ال 200 ضرب 10، برضه بنزل كل الاصفار 1 2 3 و2 ضرب 1 2 دينار، معناته دفع 2000 دينار حق المعاطف. بحكي لك فكم دينار بقي معه، من كلمة بقي معه، شايفي بقي معه، معناته أنا بدي أستخدم عملية إيش؟ طرح. طيب أول إشي بدي أعرف قديش صرف عشان أعرف قديش ضل معه، معناته بدي أجي أجمع الألف دينار اللي جمعها مع الألفين دينار، حيطلع معايا 3000 دينار. الثلاث آلاف دينار رح أجي أطرح المبلغ الأساسي اللي كان معاه ناقص المبلغ اللي صرفه، حيطلع معايا 200 دينار. إذا كم بقي معه؟ بقي معه 200 دينار، تمام؟ راح شرى 200 قميص، اتفقنا انه حق القمصان كلياتهم 1000 لانه حق القميص الواحد 5، وحق المعاطف كلياتهم قديش؟ 2000. طب نجمع اللي دفعه بالمحل، دفع 3000، هو معاه 3200، اذا ضل معاه بجيبته 200 دينار. ننتقل على تحدي 2. تحدي 2 كله طبعا هذا الحال صفحة 54. برضو تحدي 2، ادخرت. شو يعني كلمة ادخرت؟ ادخرت يعني لازم نفهم السؤال قبل ما نبلش نحل. ادخرت يعني حوشت، يعني خبت، ماشي؟ يعني كلمة ادخرت يعني خبت حوشت شهد مبلغ ديناران وخمسة وسبعون قرشا في حصالتها. طب أنا بدي أكتب لك إياها كتابة وأعلمك كيف أكتبها بالأرقام. ديناران وخمسة وسبعون أو سبعين قرشا في حصالتها، ثم ادخرت مبلغ، بعدين أعطاني مبلغ 340 قرش. ما مجموع ما ادخرته شهد؟ أول إشي في عنا مبلغ مكتوب بالكلمات ومبلغ مكتوب بالأرقام. هلأ بدك تعرف كيف أنا أقدر أتعامل مع التنتين. أول إشي باجي أحكي ديناران وخمسة وسبعون، بكتب الديناران معناته هي عبارة عن 2، وخمسة وسبعون هي 75 قرشا. بقدر أفسر الكلمات بالأرقام، دينارين معناته هي 200 الدينار، اتفقنا انه هي الدينار عبارة عن 100 قرش، معناته الدينارين عبارة عن 200 قرش، وخمس وسبعون يعني بدي اجمع لها 75. لما تجمع 200 زائد 75 رح يطلع معاك 275 قرشا، تمام؟ لانه لازم كلها احولها لعملية قروش، بما انه هو 75 قرش معناته دينارين بدي احولها برضو لقروش. واعطاني الثانية جاهزة 354، بس برضو للتأكيد بدي أحول لك إياها للكلمات، هي عبارة عن 3 دنانير و40 قرش،
تمام، يا بتتعامل معها بالكلمات يا بتتعامل معها بالأرقام. بحكي لك ما مجموع ما ادخرته شات، بدي أجمع اللي ادخرته بالحصالة واللي ادخرته المبلغ الثاني، معناته بدك تجمع 275 قرش، بدك تجمع عليها زائد 340 قرش، 5 7 زائد 4 11 1 باليد 3 4 5 6 قرش، ادخرت 615 قرش. طب لو بدي اجي اكتبها بالارقام بالكلمات، معناته هي ادخرت 600، معناته هي ادخرت 6 دنانير و 15 قرش، تمام؟ يعني لو بدي اجي افصلها، هي عباره عن 15 زائد 600، صح؟ ال 600 اتفقنا انه 1 دينار يساوي 100 قرش، معناته 600 قرش معناته هي عباره عن 6 دنانير، اذا هي دخلت 6 دنانير و15 قرش. تنين ذهبت لجين الى المكتبه وكان معها 10 دنانير، لجين مخبي بجيبتها 10 دنانير، ارادت شراء حقيبه وقرطاسيه ووجدت ان دمن الحقيبه، طبعا هي كان معاها 10 دنانير، هدول بدي احطهم على جنب. ارادت شراء حقيبه وقرطاسيه، وجدت انه الحقيبه 5 دنانير، هذا ثمن الحقيبه، وثمن الدفتر 3 دنانير، وثمن المقلمة دينار و75 قرش، وثمن علبة الألوان يساوي 120 قرش. فهل تكفي النقود التي مع لجين لشراء جميع الأدوات؟ فسر إجابتك. أول إشي يا مس لازم أعرفه إنه أنا ما بقدر أتعامل مع دينار دينار قرش قرش، يا كلهم بحولهم لا دنانير يا كلهم بحولهم لقروش. أنا أسهل إشي أحولهم كلهم لقروش، الخمس دنانير أحولها لقرش، معناته اتفقنا إنه الواحد دينار يساوي 100 قرش، معناته الخمس دنانير ايش بساوي؟ بعطيني 500 قرش. برضه الثلاث دنانير نفس الاشي رح تعطيني 300 قرش، تمام؟ بقدر اجمع هلا، رح اجمع كل الاشياء اللي شرتهم، شرت 500 قرش، هذا ثمن الحقيبه، هيك اكتب جنبها الحقيبه، و300 قرش هذا الدفتر، وشرت 175 هاي المقلمة قرش المقلمة، وشرت 120 قرش علبة الألوان، نجمعهم 5 7 9 5 6 7 8 9 10، تمام؟ قرش كله بالقرش. طب أنا اللي معاي بالدنانير برضه اللي بدي أقارن فيها المبلغ موجودة في الدنانير، باجي بحول لعشر دنانير، دنانير قديش تساوي بالقرش؟ قلنا هي تساوي عبارة ان الواحد دينار يساوي 100 قرش، اذا الميت قرش الواحد دينار يساوي 100 قرش، معناته العشر دنانير يساوي 1000 قرش. باجي اقارن الالف الميت الالف قرش اللي كان معاها، مين اكبر، هي ولا المبلغ اللي صرفته؟ طبعا نكتشف ان المبلغ اللي صرفته الالف والخمسة وتسعين قرش أكبر من الألف القرش اللي كان معاها أو العشر دنانير اللي كان معاها. إذا بحكي لك هل تكفي النقود لشراء جميع أدوات اللي بدها تشتريهم لجين؟ إذا بنحكي لا يكفي للأسف، إنه المبلغ اللي بدها تصرفه بالمكتبة طلع أكبر من المبلغ اللي موجود معاها. رح نخلص حل إن شاء الله لهون اليوم، بكرة إن شاء الله بنحل مع بعض تحدي 3، حاولوا تحلوهم لحالكم بالبيت، رح نحل مع بعض بكرة إن شاء الله تحدي 3 وناخد عن العمل الأجنبية والعمل الأوروبية والعمل العربية. دمتم سالمين.